مشاهداتي حبيباتي، الحلقة دي ليكو انتوا النهاردة. الفقرة دي بقى استكمالا لعالم الكوزماتيكس والبشرة والشعر وكل الحاجات اللي فيها عناية وحفاظ على أي حاجة تخص جميع الأنثيات. عشان كده معايا النهاردة حبيبتي الجميلة اللي شرفتني قبل كده، أمنية صبري، صاحبة براند أو إس، وكمان خبيرة العناية بالبشرة والشعر. أمنية مساء الفل. مساء النور يا حبيبي. منوراني. انتي ايه اكتر الاخبار؟ والله، الحمد لله. امنيه، المره اللي فاتت انا خدتك كده في دوكه زي ما بيقولوا، وفضلت اسالك على حاجات كتير قوي ونسيت اقولك اصلا بدات ازاي. والله بص، هي الفكره ان انا كنت في البدايه ان انا عايزه اعمل لنفسي اي كارير، ما كانش اوكي في دماغي حاجه معينه، تمام. وزي اي بنات كانت عندي مشكله الحب الشباب ده، وكان اوفر شويه، فجربت حاجات كتير، وبعدين يعني اللي هو الهام كده، طب ليه انا ما اعملش حاجه؟ ان اصلا انا في البدايه نفسي اعمل حاجه لنفسي. انت عارفه ان كل الستات او البنات اللي في اوروبا وعايشين في امريكا والحاجات دي، لما يشوفوا عندهم اي مشكله يقولوا طب احنا ليه ما نعملش الحل ونستنى ما نفضل نلجأ ندور عليه للطبيعة. ونجيبه. وانا اصلا بلاحظ ان معظم البراندز الكبيرة بتعمل ايه، ماركتنج لنفسها، تقولك منتجات طبيعية، فدايما الموضوع بيتمحور حول الحاجات، المواد الطبيعية، فانت ليه ما تستغليش ده؟ انا مش كل الحالات بتحتاج العلاج بالمواد الطبيعية، بس معظمها كده. اوكي، طب كلميني بقى على البراند بتاعك. هو الاول او اس، خليني اقول ان انا خدت او اس دي من اسمك. ما هي اختصار لاسمي. اوكي طيب، طب كلميني بقى على البراند بتاعك. والله هي المنتجات كلها مواد طبيعية، وانا بدأت بحاجات بسيطة. كان اول حاجة الفيكس سبراي ده، كان علشان خاطر مشكلة الحبوب ومشكلة البقع، وان انا عايزة حاجة تقلل معايا البكتيريا اللي بتنشط الحبوب على البشرة، وان انا اوكي يعني افهم ليه الموضوع، يعني بدأ ازاي وازاي ان انا احد من المشكلة دي. فبدأت بيه، كان الاول كنت عاملاه بزيت شجرة الشاي، بعد كده عشان الزيت مع المية اللي انا بستخدمها ما فيش مادة بتذوبه، فاضطريت ان انا ألجأ لحاجة تانية. طيب اوكي، انا عايزه اقول لك الاول ان انا تسريحتي مليانه من المنتجات ميرسي. بتاعتك بجد، ودايما بستخدمها، وحتى بقول كمان للمشاهدات الجميلات اللي بيشوفوني ان كمان خلي بالكم ان الحاجات الطبيعيه احسن مليون مره من اي حاجه تانية، من اي براند ما في تاني، مهما ملهاش كان سايد ان هو افكت. زيرو اي حاجه، هو الحاجات الطبيعيه احسن. اكيد. فعايزاكي تقولي لي بقى، هل الحاجات الطبيعيه دي فعلا بتحمي البشره بقدر الامكان، ولا هي بتحميها حاجه بسيطه عن الحاجات اللي هي ما الكيميكال على اللي احنا حسب بنستخدمها؟ العناية. بصي، هو سواء بستخدم مواد كيميائية أو مواد طبيعية، على حسب أنا روتيني ايه أو اوكي اللايف ستايل بتاعي ايه. ما أنا ما بقدرش أحط كل حاجة تحت بند واحد. في تمام ناس بتبقى اللايف ستايل بتاعها أنها بتنزل كل يوم، تتعرض للشمس كل يوم، عندها أتربة، في مشاكل بتتعرض لها. اوكي، يعني كل بشرة وكل شخص ليه حاجة خاصة بيه. طبعا طبعا، طب حلو قوي، الناس فاكرة كلها ان الروتين بتاع تنظيف البشرة هو واحد للكل وكل الحاجات. هو من بره هو واحد، بس اوكي يعني بتختلف من شخص للتاني. إيه، على قد ايه البشرة بتتأثر بيه وبتستفاد بالظبط. منه. تمام اوكي، كلميني بقى على الحاجات اللي في البراند بتاعك، يعني بتعملي ايه للبشرة؟ بتعملي سكراب للجسم والوش؟ عندي حاجات كتير والله. ممكن انساهم اصلا. لا اوكي، اتكلمي معانا حاجة حاجة، او خلينا نبدأ في بصي، الأول. انا بدأت بالفيكس سبراي، بعد كده اوكي لقيت ان شوية الناس ميالة للحاجات اللي هي الكوزماتيك، التنت والحاجات دي، فاضطريت برضو ان اوكي انا اعمل حاجة تكون برضو من مواد طبيعية، وفي نفس الوقت تبقى نستخدمها بشكل ديلي ما فيش مشكلة. عملت الليبستيك ووتر والروزي شيكس كريم، الاثنين تنت، واحد كريمي وواحد ليكويد. انا خدت بالي بالكريمي ده، انت كنت عامله تقريبا لونين، دلوقتي ما بقوا وفر خمسة، درجتين. طب حلو قوي. دلوقتي بقى 5 ألوان. اختلاف الدرجات. ما كل اوكي شوية بقى، طبعا الناس بتبقى أذواقها مختلفة، انت عايز ترضي الكل. صحيح. اوكي طب قولي لي بقى يا امنيه، من الحاجات اللي دلوقتي عقب كبير قوي في حياتنا ودايما البنات بتخاف منها الحبوب، وبدات تظهر الفتره دي بطريقه كبيره جدا، مش عارفين بقى عشان فصل الصيف ولا علشان احنا بقينا بنكسل ان احنا نحافظ على بشرتنا ونعمل لها روتين ان هو يحافظ عليها ازاي، او بنستخدم بقى التونر اللي احنا بنستخدمه او الغسول اللي احنا بنستخدمه بيكونوا غلط، ففي حاجات كتير. فقولي لي بقى مشكله بصي، الحبوب دي. هي مشكلة، هو عشان هو احنا اصلا المفروض الاسم العلمي لحب الشباب ان هو الحب الشائع، اوكي فهو بس مربوط بالشباب لان هو اكتر ظهور في العمر بتاع التينيج، من اعدادي وثانوي بيبقى اكتر عرضة، لكن هو مش مربوط بسن معين. زيك بتلاقي ناس مثلا في سن ال50 و60 سنة ممكن يطلع لهم حبوب برضو، وتبقى حبوب دهنية، واللي هي بتبقى شكلها مش لازم تبقى حجمها كبير، بس ممكن الحجم الكبير والمتوسط يبقى ليها راس حمراء، ممكن تكون مكونة لدهون تحتيها ملهاش بوز، يعني اللي هي تخرجوا منها. اوكي فده بيبقى بسبب اصلا، هو يعني ايه سبب مشكلة الحبوب اصلا؟ ان هي احنا عندنا غدد دهنية،
الاوضه الدهنيه دي بتتفرز بشكل مستمر على الجسم والبشره عشان خاطر تحافظ على سطح الجلد من حلو. الجفاف والتشقق، ده حاجه يعني طبيعيه. تمام. مع تقدم العمر طبعا يعني احنا لما بنخش في مرحله البلوغ بتبتدي من هنا الغدد دي بتصاب يعني تقلبات الهرمونز والتغيرات الفسيولوجية. الفسيولوجيه في الجسم بتبتدي تسيب الغدد الدهنيه دي، فبيحصل افراز زياده، افراز يعني حابه شباب ما هيش عامل وراثي، ممكن حد يورثها عن مامته او باباه كانوا ليهم نفس الحاجه دي بتحصل لهم. بصي هو ممكن، هو احنا بنورث ايه، ان انت ممكن مامتك مثلا بشرتها دهنيه، فاهمه؟ إيه هي كلنا عند بيظهر لنا الحبوب، بس الفكره ان ما بين شخص والتاني، انا العامل الوراثي الوحيد اللي ممكن اورثه يعني من بابا او ماما او ايا كان هو نوع البشره، واحنا كده كده اوريدي الغدد دي بتتفرز، فمع يعني مع طبيعه بشرتي اصلا بيبقى بقى يا اما بزياده يا اما محدوده يا اما متوسطه. اوكي. وانتي بتقولي الفيكس سبراي اللي عملتيه علشان خاطر دي كانت اول مشكله ان انتي تعالجيها، وهل هي اختفت؟ ما بتختفيش تماما، لان هي ليها عوامل كتيره، منها العوامل النفسيه، منها عوامل جويه من الخارجيه دي، منها العوامل اللي هي فيها مشاكل في الجسم نفسه. اوكي انا كان في قريت عن الطب الصيني اوكي اللي هي نظريه الفيس مابينج، انه بيقولك ان في اجزاء في البشره مرتبطه باعضاء الجسم، ان انت لو عندك مشكله معينه في جسمك بتظهر على البشره، اوكي بمعنى ان مثلا الاجزاء اللي هي عند الخد دي الجزء ده بيظهر، ممكن تظهر عليه حبوب بشكل اللي هي الحمار ده لو انت عندك مشاكل في الجهاز التنفسي، اوكي والجبهه لو عندك مشاكل في المعده او حلو قوي. طيب احنا بقى عايزين النهارده نتكلم عن البراند بتاعك والحاجات اللي انت عملتيها جديده، فخلينا كده هطلب بس من الكنترول يظهروها لينا على الشاشه علشان نشوفها. اوكي امنيه، هو دلوقتي تقريبا ده السكراب اللي قدامنا ده. ده الكوفي سكراب، طيب ده بيعمل ايه؟ ده سكراب للبشره، وفيه بيحتوي على زيت الارجان اوكي وحبوب اللبان الذكر اوكي والقهوه طبعا معروفه ان هي مضاده للاكسده، اوكي بتنظف وده البشره. تقريبا برضو ده ده فلاور، ماسك. لا ده فلاور فيسكل، يعني ده بيعمل علشان خاطر البخار، اوكي بيحطوه في ميه البخار عشان تمام لما بيجي عمليه التنظيف بتاعه البشره كده. اوكي بيفتح المسام تقريبا ده لوشن بيطلع. برضه، حاجه تجميليه شويه. اوكي اللي بعدها ده فوت سوك تقريبا، مش شايفه كويس. ده اوكي وده اللي هو التنت الكريمي، تمام. ده لوشن برضو حاجة تجميلية، اوكي هو هو ده فيكس سبراي، ده ده هو ده فيكس سبراي بتاع هو ده الحبوب. تمام ده تشوكلت ماسك، كل في كذا اوكي ماسك يعني، اوكي وده ليب بالم مرطب للشفايف بتحط قبل النوم، ده بيستخدم بقى لإيه يا أمنية؟ ترطيب الشفايف عشان يعني يغذيها يمنعها من التشققات، بيفتح الاسمرار اللي بيبقى حوالين الفم. اوكي حلو قوي ده شيمر بادي اويل، ده برضو حاجة تجميلية شوية، تمام. وده برضو فوت سوب بس ده باللافندر، انا عاملة ده نعناع ولافندر. اوكي بيستخدم لمنطقة الركبة الرجل، لا الرجل والرجل من بتنقعي تحت فيه، بس. بتنقعي فيه رجليكي بس، زي اللي اوكي هو املاح البادي كير. وده برضو التنت الكريمي بس لون اوكي تاني، ده لون اللي هو ريد اورنج الخوخي، تمام وده بادي سيرم اويل، ده برضو تجميلي، اوكي ده لابستيك ووتر برضو تجميلي اللي هو التنت الليكويد، اوكي صورة تانية. طيب أمنية بقى أنا عايزة أسألك على حاجة أهم من ده كله، البشرة الدهنية هل فعلا بتكون هي البشرة الأكثر عرضة للحبوب الشباب علشان لان هي خاطر اوريدي، الدهون اللي بتفرزها هي يعني؟ اوريدي الدهون بتتفرز فيها في زياده، فمع الاصابه بالغدد الدهنيه في الفتره دي، او لو مثلا انا مش بنظف بشرتي كويس، لازم تنظيف اوكي البشره ده مهم جدا، ان انت بتتعرضي كل يوم لاشعه الشمس، لازم برضو سان بلوك عشان تحمي بشرتك من اشعه الشمس، وان المسامات ان هي تتسد. اوكي السكراب ده لازم يتعمل عشان بتشيلي طبعا، احنا يعني عشان بنتعرض زي ما بقولك بننزل كل يوم، فبشرتنا بتتكون عليها طبقة من الجلد اللي هي بتبقى ميتة، فلازم تتقشر عشان تدي مساحة لبشرتك ان هي تتنفس وتطلع الحبوب. طيب تمام حلو قوي. طيب كمان عايز اسالك، البشره الدهنيه من المشاكل اللي بقت بتعملها دلوقتي ان الحبوب بتظهر وبتظهر بشعه،
يعني بتظهر بحجم كبير جدا. هل ده برضو بيكون ليه بتكون ليه من الحاجات او المنتجات اللي انت بتعمليها حاجات تعالج الموضوع ده، ولا بصي في الحالة اصلا دي بقى بيلجأوا ان هم يعملوا ليزر وجراحة والكلام ده؟ هي على حسب، هي مصنفة ومقسومة قسمين، في قسم بيبقى مرضي اوكي. وقسم تاني بيبقى عرضي، بمعنى ان انا بيبقى سبب عوامل ولا هي اصلا الموضوع عندي طول الوقت. لو طول الوقت اكيد هيبقى محتاج علاج، يعني هيبقى محتاج علاج عشان يظبط الهرمونات في الجسم مش اكتر. وبعد كده طبعا اللي هو العلاج الخارجي طبعا هيفرق برضه. اوكي طيب تمام. من كمان من المشكلات البارزة جدا مشكلة الهالات السوداء، عايز اعرف اماكن ظهورها وعايز اعرف كمان نعالجها ازاي عشان ما تظهرش تاني. هي الهالات السوداء يعني المتعارف على الكلمة ان هي دايما بتبقى حوالين منطقة العين، اوكي اللي هي المنطقة دي. اوكي ودي برضو اسبابها كتيرة. في منها اول حاجة الوراثة، هي ما بتبقاش علاجها مستحيل ولا حاجة، بس بيبقى صعب شوية. ما بيدينيش الافكت اللي هو يرضيني اوكي كفاية، لان هي طيب. مشكلة موجودة في الجينات. تاني حاجة النوم، قلة النوم. ايه تاني؟ الحساسية، لو حد عنده حساسية في العين. الجفاف، اللي هو لما انا مش برطب منطقة العين كويس اوكي برضو، دي بتفرق كتير. الجفاف بيسبب مشاكل الاسمرار. الحك، في الفرق في العين، او العياط كتير والمسح بالمناديل طبعا بيفرق. اوكي ده بيسبب. طب كمان عايز اسالك الحاجات اللي احنا بنستخدمها، لو احنا بنستخدم سان بلوك او اي حاجه وبنحطها برضو تحت العين، ده كمان بيضرها صح؟ لا، الصن بلوك طبعا هيحمي البشرة، لان هو بي اوكي حتى منطقه تحت العين مش هيضرها. لا طبعا، اوكي انتي تمام. لازم اوريدي اصلا تعملي. انا عايزه اقول حاجه كمان، ان البنات بتحط كونسيلر تقريبا كل يوم وهي نازله، فانا عشان احط كونسيلر وانا نازله كل يوم، ان انا بقعد ادمج او بمسح، انا كده بعمل زي هلك لمنطقه العين دي. الجلد هناك، الجلد حوالين العين بيبقى رقيق جدا، فانا بعمل ترهلات في المنطقه دي. بما اوكي ان المنطقه دي اساسا الجلد خفيف ورقيق جدا فيها، فبيبان الشعرات الدمويه اللي تحت العين. كمان برضو اكل الاملاح كتيره بيعمل كده بتعمل برضه. بتقلل تدفق الدم، فيبتدي يظهر عندي ان انا الشعيرات عندي الدمويه تحت العين مش مرتاحه، وهم فيحصل كمان غمقان. يمكن كمان تقصدي البيوتي بليندر لما بيعملوا اي حاجه تحت العين وبيفضلوا ان هم عشان كده دايما يعملوا يقولك منطقه لما تيجي جامد. تستخدمي اي حاجه حوالين لازم تبقي حريصه قوي، وتبقي بتستخدمي طبطبه يعني مش المسح. اوكي او بنستخدم بالايد اللي هو ممكن نعمل بصبع، هو الحاجه. ايا كان الوسيله اللي هتستخدميها، بس تبقي بتستخدميها بالراحه، اوكي ما علشان تتعامليش ما تتعامليش طيب مع عينيكي ان هي زي باقي زي ايدك الجلد. او زي باقي وشك الجلد اللي فيه. طيب بالظبط. كمان عايزاكي تقوليلي على الغسول، ازاي نختار الغسول الصح للبشره وايه اسماء الغسول اللي انت ترشحيها في الحاجات الطبيعيه برضو، يعني انت لو بصي، بتعملي غسول طبيعي او ان احنا ممكن نعمل الغلطه دي ازاي ونظبطها الخلطه بتاعه الغسول. هو احسن حاجه للبشره، لو انا مثلا بتكلم ان انا عندي بقى التهابات في بشرتي، وعندي حبوب، وعندي مشاكل كتيره، ما ينفعش ان انا استخدم حاجات فيها روائح صناعيه او الوان صناعيه، لان دي بتبقى فيها كحول وبتزود الحساسيه والالتهابات. انا ما برشحش حاجه معينه والله، بس اي صابون طبي كويس، يعني في صابون الكبريت، في صابون الهيمالايا، في صابون الفحم، وفي الجليسرين العسل، تقريبا. والجليسرين، في حاجات كتيره. استخدمي اي نوع يكون مش ده هيضر احسن كمان بشرتك. من اي غسول. طبعا، وفي اوكي في نوع انواع غسول ما بتبقاش كيميائيه، بتبقى طبيعيه اوكي معموله من نون اعشاب. كيميكال. اوكي تمام. طيب امنيه بقى عايزاك تقولي لي كذا نصيحه او كم نصيحه لكل البنات سواء اي بشره بتعاني منها، وكمان تديهم نصيحه عن الحاجات الطبيعيه اللي بتتعمل، مش عشان انت بتعملي براند او عشان انت بتعملي منتجات، ولكن يعني قد ايه هي فعلا مهمه للبشره المفروض نخلي بالنا منها. والله بصي، هي العناية، عارفة لو عملتي أبسط ما يكون، يعني العناية اليومية بتفرق 80%، بتفرق كتير جدا والله. لما أنا بقى كل يوم بعمل سكراب، مش كل يوم سوري، مرتين في الأسبوع السكراب، اوكي يعني هو السكراب من مرتين لمرة في الأسبوع، ما تمام يبقاش أكتر علشان من كده عشان ما البشرة تهلكيش والجلد. بشرتك. تمام وعلى اوكي حسب نوع، مع الحبوب بتختلف، في حبوب بتبقى فاين يعني هادية قوي، أو مش تقيلة على البشرة، وفي حبوب بتبقى كبيرة. اوكي فانتي لو هتعملي حاجة او عايزة مقشر يومي، لازم تختاري حاجة الحبوب بتاعتها خفيفة جدا، اوكي علشان خاطر ما تعملش ما ما تهلكش تحسسي الحبوب بشرتك. والبشرة اكتر. كمان تمام البنات اللي بتعمل تنظيف بشرة عميق، تيجي اوكي بعد فرح يبقى فرحها مثلا بعدها ب3 ايام، دي بتدمر بشرتها اوكي عشان هي بتضغط نفسها اصلا في طبعا. التلات انت ايام بتهلكي البشره، بتهلكها قوي. انت لما بتنظفي البشره تنظيف عميق، وبتطلعي كل الدهون اللي فيها، يعني انت بتدوسي عليها، اوكي
فلما تيجي تحطي اي حاجه تانية المفروض اصلا انت ما تتعرضيش لاضاءه عاليه ولا تتعرضي للهواء ولا تتعرضي لاشعه شمس، عشان انت كده بتضري بشرتك اكتر مش بتفيديها. تمام صح. وطريقه الواكس بتاعت ازاله الشعر اوكي دي من اكتر الحاجات برضو اللي بتضر البشره. قولي لي ايه احسن او ايه افيد حاجه احنا ممكن نخلي بالنا منها؟ هي هل الماكينات اللي طالعه جديده قوي باسم يا براندات مختلفه وكل شويه دي معرفش بتشيل الاسمرار ودي الحاجات دي كلها، ولا هل الطريقه التقليديه اللي هي بتاعت زمان اللي هي السويت، ولا ايه الحاجه المهمه اللي هي احنا بصي نخليها؟ كل حاجه هي بتعمل زي حبس دم اوكي تمام. كل حاجه. لا مش كل حاجه، الطرق اللي هي التقليديه القديمه اوكي لما بتيجي تستخدميها على البشره كمان ما ينفعش الحاجه اللي بستخدمها على جسمي استخدمها على بشرتي، نوع الجلد مختلف اوكي تمام. فانا لما اجي استخدم الواكس ده على بشرتي بينزع كده ويتقول لك ان هو بيفتح بشرتي وبيخليها ناعمه، صحيح ده بيقول لحظي ده مؤقت، لكن بعد كده انت بتدمري بشرتك. بيزود الحبوب، الحبوب دي انت اصلا بشرتك بتبقى ملتهبه جدا فبتبقى محمره قوي، تيجي تطلعي مثلا للشمس للهواء اللي وقفتي قدامي حتى البوتاجاز اي حاجه ده الاحمرار ده بيقلب بعد كده الاسمرار اوكي تمام. فترجع تشتكي من الحبوب ومن البقع. وتقريبا لازم بعد اي مره تعمل فيها الموضوع ده لازم تستخدم اي نوع من انواع الزيوت، اي حاجه ترطيب يعني. هو يفضل ان هي ما تستخدمهاش اصلا الطريقه دي، اوكي. طب يفضل ايه الطريقه الصح المفروض ان هم هي يستخدموها؟ دلوقتي يعني في حاجات كتير، يعني كل ما هو كان اهدى لبشرتك يبقى يفضل احسن. يعني اوكي في الشيفينج دلوقتي كل البنات الشيفنج تقريبا عايز اسال عليها، بيقولوا بالعكس، بيقولوا ان هي بتعمل اسمرار وان هي لا 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 بتساعد على التتقيل وحاجات لا كتير. لا مش كل الانواع، وبعدين في انواع مخصصه للبنات اوكي بالعكس، انت بتشتغلي على السطح بس الخارجي، انت مش بتعملي اي حاجه، انت زي بتشيلي الوبر بس اللي هو الشعر الوبر اللي على الوش. لكن اوكي. امنيه ميرسي على المعلومات الجميله دي، العفو وشرفتيني ونورتيني النهارده. انت تسلمي، كل مره بتكوني معايا فيها بتدي معلومات اكتر ربنا وافيد واحسن يخليكي يا للبنات. حبيبتي. كانت تسلمي، معانا النهارده في الفقره الاولى في برنامجنا امنيه صبري، صاحبه براند او اس وكمان خبيره العنايه بالبشره والشعر، وشرفتيني النهارده يا ميرسي امنيه. يا رحمة، خلونا نطلع تسلمي. لفاصل صغير ونرجع تاني بالفقره الثانيه.